الخير. مرة جديدة بطل معكم على الخير، وبتمنى لكم كمان كل خير، وبتمنى كمان أن طرقات اليوم تنفتح قدام الكل على السعادة وعلى المحبة، وبتمنى أنه زوادة اليوم تكون مثل زوادة كل يوم، قلب ومحبة وبس. علاقة الإنسان بالمال غريبة عجيبة. كل الفلاسفة والنظم الاجتماعية من فجر البشرية حتى اليوم حاولت تفسير وتبرير هالظاهرة. مثلا بيقولوا عن الرجال اللي بيركض ورا المال إنسان عنده عقدة الربح، إنسان نيئة. بيقولوا عن الإنسان اللي بيخبي المصاري هذا إنسان بخيل، وبيقولوا عن اللي بيصرف المصاري هذا إنسان مستهتر، وإذا ما بيعرف كيف يستفيد من المال بيقولوا عنه إنسان متكالب. بشرفكم بالنهاية شو؟ يا عمي في عندي صبي عفريت طالع لسته، يعني حماتنا المصومة. يا عمي بس يخد له قطعة حلو بيروح دغري بياكلها قدام المراية، وبياكل طبعا معها أكل من أمه لأنه وسخ السجادة والكونسول وما بعرف شو. المهم درنا في النهاية نقنع حرمنا المصون إنها توقف عملية تأديبه، فاقتنعت بعد 4 اجتماعات لمجلس الأمن وشي 50 اتفاق لوقف اطلاق النار بينه وبين الصبي. بس انحلت مشكلة، عم بسأله للصبي الصغير قلت له يا بابا فيني أعرف ليش بتوقف قدام المرايح لما بتاكل شي حلو؟ طلع فيه هيك وفقع من الضحك، قال لي لأني بهالطريقة يا بابا بحس حالي عم باكل مرتين. بيخطر عبالكم تسألوا هالسؤال؟ معقول الزهرة تحب وتعشق؟ نحن نعرف أن الحب والعشق والغرام والهيام والسهر تحت البلاطين وأكل الأبائيب أحياناً هيدي من اختصاص العاشقين. الجواب قبل ما تفكروا، نعم الزهرة تعشق، بتحب بكل معنى كلمة حب. وهالزهرة اللي بتعشق زهرة غريبة عجيبة اسمها زهرة النيلوفر، بتطلع على سطح المستنقعات والبحيرات الإفريقية. لما بتعتم الدنيا المسوية هيك بتضم الزهرة أوراقها وبتغوص بالماء. في نوع من العصافير ذكي اكتشف سر هالزهرة، فصار كل ليلة رفوف العصافير يجوا يتخبوا بوراء الزهرة، فبتضم عليهم وراءها بحنان وبتنزل هي والعصفور لتحت الماء وبتنام هي وياه تحت الماء، ولما الصبح برجع يطلع تطلع وراء الزهرة وبتتفتح وبيطير العصفور تيزقزق من أول وجديد. سبحان الله، فعلا سبحان الله، حتى الزهرة والنبات بيعرف قيمة وأهمية الحب. فشو رأي الإنسان بقى؟ من أول الإشياء اللي بتعلمها الولد بالمدرسة مش القراية والكتابة، خاصة من بعد يا خي ما نزعوا هالولاد بطريقة التدريس الجديدة. هيني الألف باء كيف صارت؟ يعني صرت تحس إنه الولد مروبس أو مخشخش. لك يا عمي صلى أيام درجة عرجة، والتاني اللي أحلى عجب 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 قطط سود ولها زنب. هيني المهم يا سيدي إنه هلأ الولد صار أول شي بيتعلمه الولد الصغير بهالأيام بالمدرسة هو إنه كيف الأطفال التانيين بيقدروا يحصلوا على مصروف جيوبهم بكثرة وبسرعة أكثر منه بكثير. في حكمة يابانية حلوة كثير بيرويها ملك اللؤلؤ ميكوموتو، لا تفرح بالنصر الكبير، النصر الصغير أحسن، لأن النصر الكبير يشبه قطرات الندى الكبيرة، إنها تلمع فوق أوراق الشجر لكنها لا تبقى كثيرا لأنها كبيرة وثقيلة لذلك تسقط على الأرض. أما الانتصارات الصغرى فهي تشبه قطرات الندى الصغيرة، إنها تلمع وتبقى طويلا لأنها خفيفة. وانتصاراتنا الصغيرة نحن المواطنين العاديين قديش بحاجة لها حتى نعيد ترميم الإنسان فينا. انتصار صغير مطلوب من كل واحد منا على تفاصيل الحياة اليومية، وانتصار صغير مطلوب منا على طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض. بدي أسألكم سؤال، بحياة الله كم مرة ضحكتوا من قلبكم؟ يمكن هالمرات بتضحك فيها من قلبك تنعد على صبيعة، يعني ضحكة القلب هي الضحكة اللي بتحمل الدنيا وبتشيلها.
مساقبي بهالايام صارت الضحكات تطلع من جوا، صارت مناسبه سعيده يا خيي، مناسبه بتحتفل بقدومها، بتأرخها، بتعملها عيد ميلاد. يمكن البعض بيقولوا هيدي هموم الدنيا، وانت في النهايه عم تكبر بسرعه وعم يسبقك الضحك. لا يا سيدي، اذا كان هالشي مزبوط لازم نعود بدل الضحك اثنين وبدل الفرح فرحتين. بتعرفوا شو أهمية الرجال يعيش مع مرته في مكان منعزل بعيد عن الناس؟ قبل ما تفكروا كتير اسمعوا أهمية هالشي، انتو ما حدا بيسمعها عم تتبجح وبتقلوا ايه لأنا اللي عملتك رجال هيني ها؟ فان شاء الله اليوم اللي هو يوم الأحد مخصص انه يطيع الرجال زوجته طاعة عمياء، لأنه يوم عطلي طبعاً، يعني الزوج ببطل يتلقى أوامر من مدير شغله، بيصير لازم يتلقى أوامر من مديرته جديدة. معكم خبر أنه الرجال المجوز بيوقف قدام المراية أكتر من المرأة. بدكم تقولوا أنه بيصير بعد كذا سنة زواج يحب يظبط شبوبيته مشان تيمارس سحره على غير بعلته. لا، هيك عادة بتفكر مرته، بس الحقيقة انه هذا المعطر المجوز بيوقف قدام المراية حتى يقول لصورته يي 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 يا دعان شبابها، لالله يخرب زوقها، لوين كان هالراس موجود لما فكرت بساعة الزواج؟ ملاحظة غريبة فعلا، دايما اصطلحنا على تسمية أي شيء عظيم بقولنا هذا طويل عريض، وكأن هيك منعترف بأنه الأشياء حتى تكون عظيمة لازم نقيسها بأحجامها بس. ولا مرة سمعت إنسان عم بيقول عن شيء عظيم إنه شيء قصير وغميء، والسبب ولكل أسف إن بعدنا لحد هلأ نؤخذ بالكمية والحجم أكثر من النوعية. إذا هيك تصوروا قديش الفيل مهم مثلا، وقديش عقل البشري مش مهم، فاعملوا معروف عيدوا النظر ببعض العادات والتصرفات اللي تعودنا نقولها بدون أي انتباه.